أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت تعطيل الدراسة يوم غد الثلاثاء للطلبة فقط، على أن يستمر عمل الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه تم تعطيل الدراسة اليوم غد الثلاثاء الموافق 17/5/2022، وذلك للطلبة فقط، على أن تستأنف الدراسة يوم الأربعاء الموافق 18/5/2022 بنفس نظام توالي المجموعات حسب الدليل الإرشادي المعتمد، وعلى أن يبدأ دوام الأسبوع المقبل يوم الأحد 22/5/2022 للمجموعة ألف بدل من المجموعة ب، وذلك حرصا من الوزارة على تساوي الخطة الدراسية لكل من المجموعتين. وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة الموانئ بدولة الكويت اليوم الاثنين إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانيها الثلاث الشيويخ، الشعيبة، الدوحة، نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.